تعالوا بقى نشوف اللقاءات الفرحة فيما بعد المباراة ولقاء مع الكابتن رامي ربيعة لاعب النادي الأهلي. رامي ربيعه واحد من الكباتن العظام الحقيقه، قدرات عظيمه ومجهود كبير جدا. عم ميك التاريخ، لا ميك التاريخ، انا عارف ان ميك التاريخ من 81. يا نهار ابيض، من 81 والله، والله من 81. مبروك يا رامي. بطوله افريقيا كام؟ احسب يا 81، انا واخد بطوله 82 كابتن جوهري. لا لا بالتوفيق، اقعد انت. رامي ربيعه ببارك لك يا رامي، لعيبه رجاله ابطال الحقيقه، اديتوا اللي عليكم وزياده، كان عندنا ثقه كبيره جدا فيكم ان انتم من اول لحظه هتيجوا هنا فيها ترجعوا بالميداليه، الميداليه دي غاليه جدا جدا على كل جمهور نادي الاهلي. حابب تقول للرجاله، للجمهور، لمجلس الاداره، لان البطوله دي غاليه جدا على كل جمهور نادي الاهلي. رب البطوله دي غلاوتها ان هي هنا في المغرب، لان انت كان عندك سوابق زي ما بيقولوا كده وحشه هنا، انت كسرت الحته دي انك كسبت في ملعبك وكسبت هنا، يعتبر انت كسبت. فانا بشكر الرجاله كلها وبشكر جهاز ال انا تعبان والصوت عايز قول اللي انت عايزه. فالواحد مش مصدق، لان احنا كنا واثقين ان احنا هنكسب، لان انت كان بس اللي مضايقك ان الجون اللي جه فيك في مصر، بس انت قدها وقدود، والحمد لله كنا واثقين كلنا ان احنا هنجيب جون باي طريقه، حتى الكوتش كان واثق ان احنا هنجيب جون في اي وقت. فالحمد لله، الحمد لله على المكسب، ومبروك جمهور الاهلي اللي جاي ورانا في كل بلد، يعني بتلاقيهم، تحس انت قاعد في القاهره، ما فيش فرق خالص.